رحيم ويعطيكم العافية جميعا. معكم زميلتكم أمل السعدي من فريق الدفعة في سلسلة مراجعة مادة الفاينل في الجراحة. رح نكون معكم أنا والدكتور معاد محسن من دفعة خامس من دفعة أثر، يعطيه ألف عافية. نبلش بداية في محاضرة البون، رح أركز لكم على أهم الأشياء اللي فيها وإن شاء الله تكون سهلة عليكم وتستفيدوا من هاي المراجعة. فنبلش في البون انفكشنز. اوكي، اول مثال على مرض بيصيب البون يلي هو الاوستيومايلايتس. فالاوستيومايلايتس بدكم تعرفوا انها هي عباره عن انفكشن لوكالايز تو ذا بون، هي عباره عن انفكشن بتصيب البون اند اتس ستراكشر سكندري تو بايوجينيك اورجانيزم، بسبب بايوجينيك اورجانيزم، والبايوجينيك اورجانيزم هم الستافيلوكوكس والستريبتوكوكس وهذول. طيب it is common to see osteomyelitis in dental practice. كنت تحفظوا هاي النسبة 5 cases per day maybe. تمام، هسا الانفكشن روت، في عنا عدة روت للانفكشن. عنا الهيماتوجينس سيدنج، عنا الدايركت انفليشن والكونتاجيوس سبريد اوف انفكشن تو ذا بون. تمام، اول اشي الهيماتوجينس سيدنج اللي هو عن طريق البلد، تمام، تنتقل الى العظام. In general it is common in children more than in adults. ليش؟ لانه الchildren اصلا بيكون عندهم fast growing وبتكون عندهم الدوره الدمويه اعلى. تمام، there are two major type، عندنا long bone osteomyelitis vertebral osteomyelitis. تمام، بدكم تعرفوا هذول النقطتين مهمات، انه الchildren most common site اللي هو long bone. تمام، الامثله على long bone الفيمور والتيبيا والهوميروس. In adult اللونج بون ار ريرلي انفولف. تمام، الماجور سايت اوف انفكشن بيكون بالفيرتبرا لمبر فيرتبرا البدي او بالسترنوكلافيكولار والبلفيك بون. بدك تعرفوا انه الاسترنوكلافيكولار والبلفيك بون مين بتصيب اكثر اشي؟ بتصيب اللي باخذوا انترافينوس دراج يوزرز، يعني اللي باخذوا انتبايوتيك زي اللي باخذوا اللي هم الفانكمايسين الجنتامايسين او اللي باخذوا كيموثيرابي دراجز. تمام، هاي مهمه جدا. الاسيوريس هي الموست كومون اورجانيزم يلي بتسبب لنا الاوستيومايلايتس. تمام تمام، طيب هسه واي لونج بون موستلي افكتد وذ اوستيومايلايتس، هاي برضه مهمه لانه الكابيلاري انز موف بلاد سلولي جيفينج مور تايم فور مايكرو اورجانيزم تو مانيفيست ذا انفكشنز، لانه البلاد هيك بيكون عند منطقه الانفكشن. تمام، هسه هاي المنطقه اللي هو بالميتافيسس هون لما نوصل لهون بيكون البلاد بمشي بطريقه بطيئه جدا سلولي، فهذا بنطي مور تايم للاورجانيزم عشان انها تعمل انفكشنز. تمام تمام، طيب هسه ثاني رود يلي هو الكونتاجيوس سبريد تو ذا بون. الكونتاجيوس سبريد معناه انه بننتقل من الادجسنت تيشيو اند جوينت للمنطقه البون يلي بده يصير فيها الانفكشنز. تمام، هاي اسوسييتد وذ بريفيوس سيرجري تروما ووند اند بور فيزيكولاريتي، ممكن صار عندنا سيرجري وانجرحت هاي المنطقة بتنتقل منها العدوى إلى داخل البون، أو كان عندنا ووند مجروح وتلوث بالبكتيريا أو بالأسيوريس مثلا، بتدخل الأسيوريس وبتروح على البون وبتعمل انفكشن. تمام، كان بي بكتيريال وهو الموست كومن مايو بكتيريال فنجل ان نيتشر و اونلي ان سيفير ان اميونو كومبرومايز بيشنت. تمام، ثالث رود يلي هو الدايركت انكيوليشن. هذا الدايركت انكيوليشن كيف بصيب العظم؟ فورا بيكون العظم مفتوح عندنا اوبن فراكتشر، بيكون عندنا او السيرجيكال كونتامينيشن، ادوات الجراحه اللي استخدمناها في العمليه كانت ملوثه، ففورا وصل الى العظام هذا الاورجانيزم. تمام، يوجوالي بولي مايكروبيال، كنتوا تعرفوا انه الهيماتوجينس اصلا هي غالبا بتكون مونو مايكروبيال والباقي هذول بولي مايكروبيال. تمام، 95% يو ويل هاف اوستيومايلايتس اف ذا وون، اذا عندك جرح مفتوح بنسبة 95% انت راح تنصاب بالدايركت انفيليشن. تمام، نشوف كيف آلية المرض. موست كومن سايت اوف انفكشن حكينا الميتافيزز. طيب ليش الميتافيزز الموست كومن سايت اوف انفكشن؟ لانه ذا ماجور بلاد فيزلز تو ذا لونج بون يوجوالي بنتريت ذا ميد شافت اوف ذا بون، مش هيك عندنا شكل البون؟ تمام، هسه هاي نعتبر الميتافيسس. طبعا اسف انه رسمي سيء، بس يجي عندنا الفيزلز هيك بيجي من جنب، وين بدخل اول اشي؟ بدخل على منطقة الميتافيسس، بعدين بتفرع لباقي العظم. فهاي المنطقة تمام هي اكثر اول منطقة بوصلها الدم. تمام، لذلك بتقدر انها البكتيريا بينتريت ات اند انفكشن ذات سايت. تمام، طيب the most good management and prognosis، متى افضل منطقة
صابها انفكشن وبنقدر انه احنا نعالجها اللي هي الميتافيسز. ليش؟ لانه احنا بس نيجي نعالجها بالانتي بايوتكس، الانتي بايوتكس راح تقدر انها تدخل لهاي المنطقه من جوا وتعالجها. تمام. طيب بحكي لك انه الميتافيسز هي هاي فيزيكولارايز، سو انتي بايوتكس هاف جود اكسس تو ذيس ريجن. تمام. هسه الانفكشن راح تؤدي الى انفلاماتوري اوكسيدات. تمام. اول ما تصيبوا انفكشن دخلت هاي المايكرو اورجانزم وبلشت تعمل انفكشن، اول شيء بدها تعمل انفلاماتوري اوكسيدات يلي هي هون. تمام. تمام. ان ذا بري ان ذا مرو ليدز تو انكريز انتراميدولاري بريجر، فبتزيد الانتراميدولاري بريجر في هاي المنطقه، فلما تزيد بتيجي بتصير بتطلع اكثر وتنخر بالعظم. تمام. فبتكون إشي اسمه سيكويسترم وإشي اسمه انفوليكرام. ليش السيكويسترم؟ هي عبارة عن منطقة بتصير فيها البون أصلاً نيكروسيس ديفايتالايز بون ذات سيفير أند يديوس فور انفكشن، بتسكن فيه الانفكشن، هذا بتصير منطقة إلى تكاثر الانفكشن، بتصير كل ما تزيد تيجي هون تتكون تتكاثر وتنتشر. تمام. تمام. الانفولوكيروم هسا بعد ما تكونت هاي، تمام، وكونت عندنا منطقة وزاد الانترا ميديولاري بريجر، بدها تصير تطلع البس لبرا. لما تيجي تطلع هاي البس لبرا بتكون عندنا بون around the area of bony necrosis عشان تعزل هاي الانفكشن انها تطلع لباقي الجسم. فهاي المنطقة من البون يلي بتتكون حوالين البس يلي تكونت عندنا اسمها انفولوكيروم. تمام. هسا هاو تو بكتيريا بروتكت اتسلف وين اسكيب انسايد البون، كيف بتحمي نفسها لما تتخبى جوا البون؟ اول اشي بتحمي نفسها من الانتيبايوتكس وبتحمي نفسها من الايمون سيستم. كيف تحمي نفس الإيمون سيستم؟ بتتخبى جوا السيكويسترا. السيكويسترا هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن ديد تيشو، فالإيمون سيز ما بتقدر توصل لإلها، فبتتخبى جواتها هاي اللهم صل على سيدنا محمد البكتيريا. تمام. هس كيف بدها تحمي حالها من الانتيبايوتكس؟ عندها تو ثينجز. أول إشي البكتيريا بتبطئ عملياتها الأيضية. تمام. والانتيبايوتكس لما بدها تشتغل بدها تكون البكتيريا اكتف عشان تقدر انها تشتغل عليها. ليش؟ لانها بدها تشتغل على الدي ان اي وبدها تشتغل على الار ان اي وبدها تخرب تركيبهم، فلازم البكتيريا تكون اكتف. فوسيله دفاعيه البكتيريا بتعملها انه بتبطئ عملياتها الايضيه، فبتبطل الانتيبايوتيك يقدر يشتغل عليها. تمام. بعدين بحكي لنا انه الديد بون اللي هو السيكويسترا از اي فيزيكولر. تمام. هو اصلا ديد بون معناته مش واصله امدادات. تمام. سو ذا انتيبايوتكس دونت هاف جود اكسس تو ريتش تو ذس ديد تيشو، لذلك البكتيريا بتضل فيه بدون ما يوصل لها اي كومبوننت من الايمون سيستم. تمام. بحكي لنا هون معلومه على الهامش انه البس البروترودينج بس. طلعوا هون في عنا بالصوره البروترودينج بس، ثواني افرجيكم شو هون، مش هون طلع عنا بس. بحكي لنا اذا شفنا هذا البس معناته كان في عنا كرونيك انفكشن سابقه او كرونيك انفكشن هسه، يعني احنا مصابين بكرونيك انفكشن. تمام. بحكي لنا مور اوستيومايلايتس مور بلاك كلر ان ايمجينج. هون طلعت لكم صوره، ثواني الاوستيومايلايتس هي اتطلعوا بهاي الصورة السكان يلي بعملوها او الـ MIR، لا مش هاي، هون بدنا نتطلع كيف انه كل ما هاي شوفوا هون هاي المنطقة صارت غامقة اكثر المنطقة اللي حواليها، فكل ما زاد الاوستيومايلايتس المنطقة بتصير اغمق. طلعوا هون عند السهم الابيض كيف المنطقة طلعت اغمق معنا بالصورة. طيب ال change in osteomyelitis take time to appear in X-ray. okay. ال lag period هاي ركزوا إنها 2 weeks. طيب هسا عنا classifications. تمام. هسا عنا 2 classifications حسب لي ووالد فول classifications، هذول أسماء عوالم. هسا كيف تميزوا classification؟ هون لي اعتبروها اسم بنت وهاي البنت كيوت. تمام. فاللي فيها acute وكرونيك سب acute اللي فيها لي. تمام. فالacute بتكون قبل development of sequestra، الكرونيك بتكون بعد الformation of sequestra والformation of involucrum والbone loss، وكلها بتكون وصلت لآخر مراحل هذا العظم. تمام. وبتأخذ more several months، هون أخذت less than 2 weeks، هون more than several months، والسب acute بالنص بيناتهم من 2 weeks إلى several months. تمام. هسا بنتعرف بالسب acute بصير في عنا كم infections. طيب هسا الـ classification based on anatomic type. تمام. type 1 و type 2 و type 3. type 1 وفي عنا type 4. اوكي. التايب 1 الموديولاري اوستيومايلايتس، التايب 2 سوبرفيشال اوستيومايلايتس، والتايب 3 لوكالايزد اوستيومايلايتس، والتايب 4 ديفيوز اوستيومايلايتس. طيب هسه خلونا نحكي عن الميكروبيولوجي او عن البكتيريا اللي بتصيب هاي البون.
بالهيماتوجينس والتوميلاتس از جود والمونو مايكروبيل حكيت لكم اند اذر كوزز بولي مايكروبيل. تمام. الاسيوريز از ذا موست كومونلي ايزوليتد اورجانيزم. هون لما حكينا بالهيماتوجينس مونو مايكروبيل بتكون هاي المونو مايكروبيل اصلا ايزوليتد مثل الاسيوريز. طيب المارسا از اسوسييتد وذ انكريز ريسك اوف دي في تي وسبتيك امبولاي. ليش؟ لانه هاي المارسا عندها جينز هذا الجينز بيكون شرير كثير يلي هو البانتون فالنتين جينز. اكثر جين شرير فيها او من اكثر الجينات الشريره فيها هو البي في ال سايتوتوكسينز، فبيجي بيعمل لنا دي في تي والسبتيك امبولاي. تمام. بيحكي لنا هون انه السالمون اللي اذا لقيناها في الكلتشر بدنا انه هذا الشخص معه سيكل سيل انيميا، بتكون موجوده عند هذول المرضى بالهاي. ولكن ظلوا متذكرين انه الاسيوريس هي الموست كومن، اي شيء موست كومن رح يجي عندكم اسيوريس. طيب وين فايندينج سالمون اللي ان كلتشر ذس انديكيشن فور اس انه البلد تيست فور سيكل سيل انيميا. تمام. بحكي لنا هون انه most common cause of osteomyelitis always staphylococcus aureus no matter how condition. ادم طلعوا عليهم باختصار، لو كان عندنا كلتشر ثنتين هاي فيها سالمونيلا، هون لازم نروح نتاكد اذا المريض معه سيكل سيل انيميا من شوك. ولكن الستافيلوكوكس بغض النظر عن حاله المريض بنعرف انه هاي اللي سببت عندنا الاوستيومايلايتس. طيب السودوبونيس يوريجينوسا اند سيريشيا ميرسيسنز ار اوبزيرفد مور فريكوينتلي امونج انترافينوس دراج يوزرز، بهذول يلي باخذوا ادويه عن طريق الاي في. طيب شوفوا لي هاي المعلومه انه السودوبونيس يوريجينوسا از كومن ان سور ثروت اوف ذا فوت بالاشخاص يلي بيكون عندهم النيل داخل في الهاي. ثواني وين انا طلعت لها صوره متذكره، اه هون. طلعوا كيف هذول الاشخاص يلي بتكون عندهم النيل هيك داخله، هاي الـ البكتيريا اللي بتكون هون بتكون غالبا واحدة من هذول اللي هو السودوبونيس يوري جينوسا. تمام. بحكي لنا انه البروبينو بكتيريوم اكني، this type of bacteria cause acne mostly on the shoulders. تمام. لما نشوف هاي لما نعمل ورش مثلا لما نشوفها don't make sure that is aseptic pathogen cause acne. يعني لما نشوفها بنروح نتاكد انه هل هي تمام يلي تدخلت في عمليه الاوستيومايلايتس ولا لا. طيب هسه الاوستيومايلايتس ان ادلت نبلش شوي شوي. اول اشي كيف الاوستيومايلايتس بالادلت وكيف اليه عملها وشو الريسك فاكتورز وما الى ذلك. طيب موست كيسز تمام بتكون بالادلت مش بالتشيلدرن، بيصير في عندنا دايركت اكستنشن اوف انفكشن تو ذا بون اوف ذا سكن السريشن ليدنج تو ذا تو كوز بايميتجنز. يعني بتنتقل العدوى من السكن ألسريشن إلى البون. مثلا واحد صار عنده قرحة بإيده ودخلت هاي البكتيريا إلى عظمه، هاي بالموست كيس بتصير طبعا الانفكشن عندهم هيك عن طريق إنه بتنتقل من السكن إلى البون وبتسبب إلى الأمبيوتيشن. أمبيوتيشن اللي هو بتر هذا العضو. طيب أو دايركت إنكيليشن، إذا الموست كيس شو بتصير؟ دايركت إكستنشن من السكن إلى البون. الدايركت إنكيليشن حكينا إنه بيكون في عندنا فراكتشر أو كونتامينيتد أو هذول أسماء عمليات. تمام. كنا بنعمل هذول العمليات وكان عندنا الكونتامينيتد بالأجهزة، لذلك سببت عنا direct inflation أو الهيماتوجينس seeding from the intravenous drug users. تمام. الديابيتك فود الأشخاص يلي معهم سكري بيكونوش حاسين برجلهم فبتكون عندهم ulcerations. مش عارفة إذا قلتلكوا إلها صورة. طيب بدون المرضى السكري بتكون إجهم نفخة وفيها ulcers وبيحسوش فيها. تمام. لذلك تطور عندهم هاي الحالة لشو؟ لأوستيومايلايتس. طيب نشوف الريسك فاكتورز يلي بتزيد من خطر الأوستيومايلايتس بالأدلت. أول إشي الكرونيك رينال ديزيز، الريجوراديلايسيس، السيكل سيل ديزيز، الانترافينس دراج يوزرز، التروما، الديابيتك ميليتس والهيمون والهادل كلهم احفظوهم. طيب الإيمون كنت كومبرومايز ركزوا على المال نيوتريشن، هي بتزيد الريسك فاكتورز بتزيد الريسك اوف أوستيومايلايتس عند الأدلت. إذا المال نيوتريشن برضه رح تتكرر منها في مرض السبتيك أريثرايتس. طيب نشوف الكلينيكال مانيفيستيشن. هسه بالاكيوت اوستيومايلايتس كان بريزنت اس سبتيك اريثرايتس، ممكن انها تكون مثل مرض السبتيك اريثرايتس بالسايمتومز. تمام. الجوينت ان ويتش لونج بون ميتافيسز از ويذن ذا جوينت كابسولر ريفليكشن. اذا بتصيب الجوينت يلي جوا الكابسولر ريفليكشنز. تمام. اللي هم انكلود ذا هيب والشولدرز ودونت بات نوت ذا ني. ركزوا على هاي. طيب الكرونيك اوستيومايلايتس هاي الاكيوت الكرونيك ماي بريزنت وذ بين اريديما، بتكون عندها سايمتومز احد واكثر كرونيك. تمام. سويلينج سم تايمز اسوسييتد وذ درينينج سينوس تراكت، فرجيناكم كيف البس بصير يطلع. ذا برزنتج اوف سينوس تراكت از اباثو جينوميك اوف كرونيك اوستيومايلايتس، يعني بيكون دليل انه احنا عندنا هون كرونيك اوستيومايلايتس. تمام. الديب اور اكستنسيف السرز
ذات فيل تو هيل بدها تتطور بعد سيفرال ويكس تمام، ما شافت راح تتطور عندنا لشو لأوستومايلايتس بارتيكولاري ساتش ليزن اوفرلاي ذا بون بروميننس، اذا يلي بتكون قريبه من البروزات العظميه تمام. الفيفر هابن ان ثيرد في ثلث الحالات يلي معهم اوستيو اكيوت اوستومايلايتس بس دزنت هابن ان كرونيك اوستومايلايتس، ركزوا على هاي العمليه، الفيفر في ثلث الحالات يلي معهم اوستومايلايتس ولكن ما بتكون باللي معهم كرونيك اوستومايلايتس. طيب البرودز ابسس خليني افرجيكم اياها قبل ما اشرحها. البرودز ابسس بسم الله، هيها البرودز ابسس بتكون جوا لسه شوفوا العظمه نفس ما هي شكلها ما تغير، البرودز ابسس كانت جوا العظم. هاي بتحدث متى؟ في السب اكيوت اوستومايلايتس بس صنفناهم في السب اكيوت، هاي بتصير في عندنا البرودز ابسس لونجر هيستوري اند ليس فيريولنت اورجانيزم نو كونسيرت، ما بتغيرش ولا شيء بشكل العظم ولا بصير في عندنا سايمتومز ماي بروك، اذا تطورت رح تصير في عندنا كرونيك لوكالايزد بوني ابسس تمام تمام. طيب السيكل سيل ديزيز نشوف ارتباط السيكل سيل ديزيز بالاوستومايلايتس تمام. Present of osteo presentation of osteomyelitis in patient with sickle cell disease حكينا similar symptoms of vaso-occlusive، يعني المرضى يلي معهم osteomyelitis تمام باللي معهم sickle cell disease عفوا احنا منخربط لما نشوف symptoms تعون osteomyelitis والvaso-occlusive هم اصلا بيشبهوا بعض، صير في عنا swelling صير في عنا fatigue وهاي الاعراض كلها متشابهات، فاحنا بنكون شاكين انه هذول بين هذول المرضين، فبنعمل investigations وبنعمل diagnosis عشان نميز بيناتهم. فهو حكي لك انه بس هذول بتشابهوا بالاعراض اللي عندهم sickle cell disease. الانفكشوس ايبيسود اذا تذكرت عن نوبات الانفكشن بتكون اساسيات هاي النوبات بتتكرر لما تكون درجة الحرارة تاعت العضو مثلا هيك اللي هو 102 فهرنهايت او 38.9 سيليسيوس، هذول احفظوهم ركزوا على الرقم هذول. وبيكون عندنا persistent ألم decrease range of motion لما تكون الجوينت انفولفمنت تمام. هسا كيف نعمل دياجنوسيس؟ اول شيء الهاي اندكس اوف كلينيكال سسبشن، شو يعني هاي هاي اندكس؟ هسا نسبة الشك مثلا احنا شفنا السايمتومز، فالدكاترة هذول بدهم يكون عندهم نسبة شك مش بشكوا من الساينز والفيزيكال مثلا اكزامينيشن هذا الشخص شو عنده، فكل ما زادت نسبة الشك انه في سايمتومز ولكن احنا مش عارفين شو هذا المرض لسه مش عارفين بس من السايمتومز مبين انه هذا، فكل ما زاد الهاي اندكس سسبكشن تمام احنا بنكون قريبين جدا من انه خلص يعني كل السايمتومز واضحات على هذا الشخص، اذا رح يكون معه اوستومايلايتس ولكن هذا مش دقيق. ف في فحص ثاني الوايت بلاد سيل والاريثرو سيدمنتيشن ريت والسي ار بي تمام. بس هذول ثلاث فحوصات كل ما زادوا بتزيد عن بيكون عندنا دلاله انه هذا العضو فيه انفلاميشن او هذا الجسم عنده الانفلاميشن كثير تمام تمام. طيب بحكي لنا هون انه ار يوزد فول اب تريتمنت اور مونيتورنج بروجريسنج تمام، حتى بعد ما نكتشف بنضل نقيس هذول الفحصين عشان نتاكد انه هل لساتهم عاليين والانفلاميشن عالي ولا قلوا شوي او قلوا كثير تمام. السي بي ار السي ار بي عفوا از بيتر. طيب نيد البون اسبيريشن والبيوبسي والهاي، بناخذ نيد البون اسبيريشن بناخذ بيوبسي عشان نعمل فحص، والبيوبسي هي الجولد ستاندرد، ولكن حكى لنا هون معلومه انه السوبر فيشل كلتشر تمام لما بدنا ناخذها هي ما رح يكون لها قيمه، ليش؟ لانه اخذناها من السوبر فيشل رح تختلط مع النورمال فلورا، اذا رح يكون نتيجه الفحص مش دقيقه. طيب الديان اوكي هي خلصنا. طيب الام ار اي الايمجينج جولد ستاندرد يعني ممكن تكون جولد ستاندرد في الحالات زي البورديز بادي مش كانت جوا ما فيش عندنا اي كلينيكال مانيفيستيشنز. طيب اف ام ار اي از نيجاتيف اذا ما فيش اوتومال، اذا بوزيتيف في عندنا اوتومال. طيب نعمل بونس كام، صور البونس كام فرجيناكم اياها بالشرح، بس بيكون في عندنا مثلا ابسس بيكون في عندنا تغير في شكل العظام. طيب النيوكليير ايمجينج بنصور عندنا كيف النيوكليير ايمجينج ثواني افرجيكم اياها. شوف النيوكليير ايمجينج طبعا هي بننزلها اخر شيء لما ما يوضحش عندنا لا فحص الام ار اي ولا فحص السي تي بنلجأ لها. شوفوا هاي الاشياء السود بتدلنا على مناطق انفكشنز. طيب نشوف التريتمنت كيف بنعالج، بنعطيهم انالجيسيا بنريح العضو اللي منصاب، بنعمل سيرجري في بعض الاحيان اللي هو بنعمل اما ديبريدمنت يلي هو التنظير، يا بنعمل درينج بنشفط هاي الابسس يلي جوا العضو عشان ما تكثر وما تطلع برا العظم وما تسبب ما تتطور الى كرونيك تمام. ايضا نعطيهم انتي بايوتيك تريتمنت اما اي في لاسبوع اسبوعين، بعدين نحولها لاورال من 6 الى 3 اسابيع. طبعا اول شيء بنعطي اي في عشان ياخذ مفعول اسرع، بعدين نحول الى اورالي وهو عباره عن امبريكال ثيرابي قبل ما نعرف ايش هذا مثلا ايش
ايش البكتيريا المعينه اللي سببت هذا الانفكشنز. طيب بنعمل كلتشر اند سنسيتيفيتي تيست. اوكي الفانكومايسين از جيفن فور مارسا. طيب يعني هاي مختصه للمارسا، والمارسا هي الموست كومن اصلا. طيب السيرجيكال ديبريدمنت كيف نعملها؟ ديبريدمنت اوف ذا نيكروتيك بون، بس بنعمل تنظير في هذا النيكروت. اصلا النيكروتيك بون هو يلي موجوده فيه اللهم صل على سيدنا محمد البكتيريا، مش حكينا بتتخبى بالمناطق النكروسز والبول الميت. طيب بيشنت وذ ستيرنو كاليكولار. تمام. طيب الديفيرنسز ان تشيلدرن. طيب في عندنا اللهم صل على سيدنا محمد، شو اللي بختلف تشيلدرن عن الادلت مثلا؟ الكورتيكال بون عندهم بتكون بالنيونات وبالهاي بتكون ثن. تمام. ولوز ف ويتش بيربنت رابت بريد. يعني الكورتيكال بون عند تشيلدرن، مش عارفه اذا طلعت لكم لها صوره. طيب خلونا نطول لها صوره وافرجيكم كيف الفرق بين الادلت وال اللهم صل على سيدنا محمد. الكورتيكال بون عند الادلت وعند التشيلدرن، عند التشيلدرن بتكون كثير كثير ثن، فبتكون عند البكتيريا القدره الاكبر انها تدخل لهاي اللهم صل على سيدنا محمد بداخل البون وانها تنتشر. طلعوا قد ايه بتكون ثن عند التشيلدرن؟ هاي هون نشوف الكورتيكال بون. وين الكورتيكال بون؟ هون بتكون الكورتيكال بون. شايفين هاي القطعة، هاي هون بتكون الكورتيكال بون، بتكون كثير ثن. تمام. فبتدخل منها وبتدخل جوا البون. طيب ليس يعني معلومات اقرأوها. طيب هسا الديفرنسز باي ايج، شو الاختلافات الانفكشنز، شو ارتباطها بالعمر؟ بالتشيلدرن انفكشن بتبدا وين؟ بالميتافيزيال سينوسويدال فينز اند ات كونتيند باي جروث بليت، مش اصلا بيكون بالتشيلدرن لسه قاعدين بيطولوا، فلسه بيكون الجروث بليت موجود، فالجروث بليت بيكون موجود هون، الانفكشنز بتكون بلشت هون اصلا بالميتافيسز، فبتضل تنتشر. ذا جوينت از سبريت اند ليز ذا ميتافيسز از انترا كابسولار، يعني بتنتشر حتى لو هاي الميتافيسز كان جوا كبسوله ولسه موجود عندنا الجروث بليت. بالادلت الجروث بليت اصلا راح، صار له ري ابزورب لانه خلص طول وما عاد عندهم جروينج بالبون. اند انفكشن مي اجين اكستند تو ذا جوينت سبيس اند تكون هاي راحت. تمام. فبيكون الجوينت سبيس هاد تنتشر فيه الهاي الانفكشنز. تمام. نروح للمرض الثاني هو السيبتيك أريثرايتس. السيبتيك أريثرايتس كثير كثير قريب من الأوستيومايلايتس ونفس الأعراض. نشوف شو الاختلاف. السيبتيك أريثرايتس عبارة عن inflammatory joint disease caused by bacterial viral or fungal infection، نفس الأوستيومايلايتس. It is medical emergency. بتعرفوا إنه لما تشوف شخص عنده سيبتيك أريثرايتس هاي عبارة عن medical emergency، لازم نعالجه لأنه في غضون 8 ساعات رح يصير في عندنا cartilage damage. تمام. شو الروت أوف انفكشن؟ إما هيماتوجينس، وهي الموست كومن. الهيماتوجينس هي الموست كومن، او دايركت انكيوليشن فروم تروما او سيرجري او كونتاج، بس نفس هذيك. طيب شو اسباب السيبتيك اريثرايتس؟ از يوجوالي كوز باي بكتيريا بات مي بي كوز باي ماي بكتيريا اور فانجل وما الى ذلك. طيب الستافيلوكوكس يوريس هي الموست كومن، اذا الموست كومن بالسنتين الستافيلوكوكس يوريس، الموست كومن بال سيبتيك اريثرايتس، الموست كومن بالاوستيومايلايتس. او الهيموفيلوس انفلونزا مور كومن ان تشيلدرن، اذا الهيموفيلوس انفلونزا مور كومن ان تشيلدرن. تمام. النزيرة جونوريا هي موست كومن اورجانيزم اذروايز باللي بيكونوا سيكشوالي اكتيف ادوليسنس يونج ادلت. تمام. هول اذر اورجانيزم الايكولي لبروتياز والستريبتوكوكس. تمام. شو الريسك فاكتور لا السيبتيك اريثرايتس؟ الريسك فاكتورز يلي بتزيد من هذا المرض بري اكزيستينج جوينت ديزيز، لما الجوينت هذا صار فيه مرض من قبل. تمام. مثل الروماتويد اريثرايتس او اميونو سبريسيف دراج ثيرابي، الاشخاص يلي عندهم المناعه واطيه، ديابيتيك ميليتس، السيستميك لوبس اريثرايتس، مرضى الكرونيك ديبلياتنج ديس اوردرز، والليفر فيلر والرينر فيلر، والاميونو ديفيشنسي ديس اوردرز اللي هو مرض الايدز والمال نيوتريشن، هي الموست كومن نفس الاوستيومايلايتس. المال نيوتريشن هي الموست كومن ريسك فاكتورز. طيب بنشوف كيف اليه المرض. اول شيء الاكيوت ساينوفايتس وذ ا بيورولين جوينت افيوجن، بصير في عندنا اكيوت ساينوفايتس، بصير في عندنا التهاب بالساينوفيال فلويد. تمام. وافيوجن لهاي البكتيريا بحكي لنا هسه وذ هيلينج ذير ويل بي خطوات الهيلينج. اول شيء رح يصير في عندنا كومبليت ريزوليوشن اند ريتيرن تو ذا نورمال، بيرجع لحالته النورمال بشكل كامل باول 8 ساعات من بدايه الهيلينج. تمام. بعدين بصير في عندنا بارشيال روز اوف كارتيليج اند فايبروسيس اوف ذا جوينت. تمام. بصير في عندنا بوني انكلوسيس، بصير في عندنا تصلب في العظم. بعدين بصير في عندنا بون ديستركشن اند بيرمننت ديفورميتي، يعني بصير بخرب العظم خلص بشكل دائم. طيب بعد 8 ساعات
of infection damage cartilage becomes irreversible تمام. والوايت بلاد سيلز في حالة السيبتك أريثرايتس بتكون أكثر من 50,000، وهذا دلالة على زيادة الالتهاب. كل ما زادت الوايت بلاد سيلز بيكون عندنا التهاب أكثر في الجسم. طيب الكلينيكال مانيفستيشن، كيف هذا السيبتك أريثرايتس بتكون ظاهرة في أو كيف بتعرف عليها الدكاترة؟ أول شيء البيشنت with an infected joint typically present with a triad of، بيكون عنده هذول الثلاثة تابتات. شو هن؟ الفيفر، السدن اونست اوف بين، فجأة بصير في عنده بين، والامبيرد رينج اوف موفمنت، بيكون عنده اعاقة في الحركة. الفيفر 40-60% من الكيسز بتعرفوا البين بيصاحبه ريدنس سويلينج اند سنجل لارج جوينت، بيصير بالسنجل لارج جوينت بنسبة 75% اوف كيسز. طيب هسه بالنيو بورن اور بالانفانت شو بده يصير؟ بيقول لنا انه الجروب بي ستريبتوكوكس فروم مذر تو ذا انفانت باي بيرث. تمام هسه الانفيسز از اون ذا سيبتسيميا ريدر ذان جوينت بين. تمام فبصير في عندنا شو؟ بصير في عندنا اريتابيليتي. هذول السايمتومز وين؟ في النيو بورن او الانفانت. بصير في عندنا اريتابيليتي، فيبر، ريفيوز تو فيد، بصير يرفض انه ياكل، بصير في عندنا ربط بلس وسودو باراليسيس. تمام بيكون عندنا يعني زي شلل كاذب، ان ايبل تو موف ا لمب اوف ذا افكت. تمام بالتشيلدرن هسه هون بالانفانت، تمام هون بالتشيلدرن شو بتشيل؟ بصير عندهم فيبر اكيوت بين ان ذا سنجل اور لارج بوينت، بتعرفوا هون اكيوت، وهون بصير في عندنا بيكون في عندنا انتنس بين في الادلت. تمام ذا جوينت از سوولن وارمر سودو باراليسيس، برضه صار في عندنا سودو باراليسيس. All movement are restricted. طيب بالأدلت كل إشي رح يكون كرونيك. طيب low grade fever. تمام الفيفر بتكون low grade، مش حكينا الفيفر بتكون أكثر بالchildren وبتكون أقل في الأدلت، بتكون ثلث الحالات بالchildren. تمام joint swelling redness والmovement are restricted. الmovement كلها restricted. هون صار عندنا بس sodium paralysis، وبالأدلت صار في عندنا الmovement كلها restricted. طيب نشوف الphysical examination. Signs of inflammation بيكون ظاهر على الشخص signs of inflammation في موقع الinfections، بيكون عندنا swelling, warm, tenderness and erythema. طيب decreased or absent range of motion، تمام بيكون قادر يتحرك. الjoint orientation as to minimize pain، يعني بيكون مفصل زايح للمنطقة يلي ما بصيرش فيها بين، أو أنت المريض بصير يتحرك ويحرك رجله ويحطها بالوضعية يلي بتخفف عليه الألم. طيب الهيب شو بصير بالهيب وشو بصير بالني والأنكل والإلبو؟ الهيب بصير لها abducted, flexed and externally rotated. تمام ثواني وين الهب؟ شوفوا الهب كيف بتكون، طلعوا بتكون externally rotated و adducted. طيب اما الثانية اللي هي الشولدر، شوفوا الشولدر كيف بيكون هيك عامل بيكون قادر انه يعمل abduction و internal ولا external شوي. الشولدر بيكون قادر يعمل abducted and internally rotated. تمام تمام هاي عشان تعرفوا على الحركات. اوكي والني وهذول بارشيال فليكس بيكونش قادر يتعطى بشكل كامل. طيب هسه الانفستيجيشن بدنا نعمل لاب ستاديز وبدنا نعمل ايميجينج ستاديز. تمام هسه اللاب ستاديز الدياجنوسيس كان يوجوالي بي كونفيرمد باي جوينت اسبيريشن، بناخذ عندنا بنسحب من هذا الجوينت الفلويد يلي فيه سينابل فلويد وكلتشر دغري من وديه عشان نعمل له كلتشرينج. تمام ايضا بنعمل بلد كلتشر، بنعمل اذا جوينت كلتشر بنعمل بلد كلتشر ميبي اذا كان بوزيتيف في 50% اوف بيرسون بيكونوا مصابين في السيبتيك اريثرايتس. بيحكي انه كان بي بوزيتيف ان جست هيماتوجينس سيبريد. طيب هسه النن سبيسيفيك هاي المعلومة ليش باللاب تيست إذا أخذنا بلد كلتر بدها تكون بس بوزيتيف في الهيماتوجينيس؟ لأنه بالهيماتوجينيس أصلا منتقل عن طريق الدم، هي الوحيدة اللي بقدر نبين فيها إنه في إنفكشن ولا لا. إذا ما كان معناته عادي، ممكن يكون بوزيتيف، ممكن عفوا تكون البلد كلتر نيجاتيف، ممكن يكون مصاب برود ثانية داخل. تمام هسه النون سيبتيك فيتشر أوف أكيوت إنفلاميشن اللي هو الليوكوسايتوسيس، الاليفيتد اي اس ار والسي ار، بيحكي لنا هذول كلهم لما يرتفع بيكون عندنا الانفلاميشن. تمام ان اليفيشن اوف ذا سينوفيال فلويد، كيف بدنا نعمل ايفالويشن للسينوفيال فلويد؟ اول شيء بدنا نشوف الليوكوسايت كاونت وذ ديفرنشالي، يعني اذا كانت بتكون عندنا الليوكوسايت ماشي اكثر من 50,000 وبروميننس، هاي 50,000 75 منها عباره عن النيوتروفيل بيكون صايب بالانفكشنز.
ثاني طريقة كيف بدنا نعمل evaluation، بدنا نعمل جرام استم بيكون positive في 75% of patient with staphylococcus infections. تمام، هسا الايميجينج استديز خلصنا، اللاب استديز الايميجينج استدي، بنعمل بلين اكس راي وهي نوت دياجنوستيك، بيكون في عنا widening of the jaw of the joint spaces، بنعمل الترا ساوند وهي good for children. تمام، الالترا ساوند good for children ليش؟ اول شيء الالترا ساوند اصلا هي very sensitive، ف تقدرين تستشعر لنا المرض وتبين لنا اياه، تمام، حتى لو كان ببدايته قبل ما يتطور. detecting joint fusion generally by septic arthritis اللي هم السي تي والام ار اي اللي هي هذول الامثله على الالترا ساوند تكنيكس. تمام، طيب more sensitive for distinguish osteomyelitis particularly abscess and joint fusion. اوكي، والام ار اي هي الجولد ستاندرز لنا. تمام، فين differential diagnosis يعني يعني لهم نفس السايمتومز هذول ومنخربط بيناتهم، يعني لازم نعمل لاب تست عشان نعرفهم. طيب اللي هم الاوستيومايلايتس الاكيوت هيم اريثرويتس الترانزيت ساينوفيال اريتابل ساين، تمام، اللي هو مرض النقرس الكاذب برضه ان ادلت، بيكون بنعمل اسبايت فلويد باي لوكت اذا كان اتيوربد وكان موجود في عندنا يوريت اور فوسفات كريستال، بنتاكد انه هذا جوت اور سودو جوت. ومرض الروماتيك فيبر هذول كلهم لهم نفس الاعراض، تمام، ولكن بيختلفوا بالشو، مثلا بالدياجنوسيس جوا نوع البكتيريا وما الى ذلك. تمام، في عندنا كريتيريا اسمها كوتشرز كريتيريا، هاي شو؟ هاي عبارة عن tool useful in differentiation عشان نفرق بين septic arthritis وبين transient synovitis وين في child. تمام تمام، هسا a point is given. هسا في عنا بعض الكريتيريا هذول أربعة كريتيريا، تمام، كل واحدة بنعتبر إلها point. تمام، هسا كل ما زادوا البوينت كل ما زادت نسبة الانفكشنز، تمام تمام، أو نسبة تأكدنا إنه هذا المرض septic arthritis. أول إشي عدم القدرة على تحمل إنه نحمل وزن ثقيل بجهة الانفكشنز، الـ ESR بيكون أكثر من 40، الفيفر بتكون درجة حرارة الشخص هيك، الـ white blood cells بتكون أكثر من 12,000. تمام، السكور لها إذا كانت 1 واحدة من هذول عند الشخص بيكون 3% بيكون عنده septic arthritis، إذا كانت 2 بيكون 40%، 3-93% و 4-99%. طيب هسا في عندنا complication بيعاني منها الشخص لما يكون لما يصيبه septic arthritis، شو هو؟ dislocation، بتغير موقع الجوينتس. ليش؟ لأنه صار في عندنا تنشن عليه، صار في عندنا تنشن فتغير موقعه استجابة، يعني تغير استجابة من الجسم. طيب ابيفيزيا destruction، بصير في عندنا growth disturbance، بصير في عندنا short أو deformity خاصة لما يصيب الشايد ما بنموش بشكل كامل أو بيعانوا من القصر، تصلب secondary osteomyelitis و ذلك. طيب المانجمنت، كيف نعمل مانجمنت للسيبتيك أرثرايتس؟ السيبتيك أرثرايتس بيقول لك إنه هاي إمرجنت كونسل، لازم فورا إننا نتصرف. performed organ investigation يعني نعمل investigation فوري. تمام، أول شيء بناخذ aspirate the joint، بناخذ من الجوينت synovial fluid وبنرسله عشان نعمل جرام ستين عشان نعمل culture. تمام تمام، بناخذ blood وبنرسلها للجرام ستين culture، وبنعمل CBC، بنعمل CRB، وهذول طبعا هذول عبارة عن liver function test وعن kidney function test، كلهم نعملهم عشان نكتشف السيبتيك أرثرايتس. تمام، بنعطي الشخص اي في انتي بايوتكس. تمام، قبل ما تطلع هاي الدياجنوست بنكون معطيه انتي بايوتكس اللي هو الامبيسيلين خاصه بالتشيلدرن يلي عمرهم اقل من 4 سنوات، لانه احنا بنشك انه عندهم هيموفيلس انفلونزا. تمام تمام، اوكي بس ذكرتهم في الوقت. طيب هلا بعد ما انطيناهم انتي بايوتكس، تمام، بنتجنب انه اصلا اذا كان عندهم اتش انفلونزا اللي هي مفلس انفلونزا احنا بلشنا بالعلاج. طيب ايضا من العلاج الفوري ممكن نعمل نعطيهم انالجيسك عشان نسكن عندهم الالم، او نعمل سبلاينتنج اللي هو نعمل جبيره عشان نحط الشخص بالماكسيمال كومفورت الفييتد بين عشان نتجنب الالم. طيب درينج، بنشفط هاي اللهم صل على سيدنا محمد، هاي الاشياء اللي تجمعت عنده جوا من الانفلاماتوري كومبوننت ولا ذلك، should be performed in all cases of septic arthritis. تمام، either open اما عن طريق هذول واحده من هذول الطريقتين، اما سكوبيكالي او ارثوتومي. تمام، نروح للمحاضره الثانيه.
محاضرة لبلاد ترانزفيوجن، محاضرة سهلة وبسيطة وإن شاء الله ما تغلبنا سريعاً. لبلاد ترانزفيوجن نعرف إنه البلد هو عبارة عن فلويد سيركيوليت عند بدي عشان يوصل لنا الأكسجين من اللنج للسل، الكيميكال النيوترينس عشان يشيل لنا الويست برودكت فرام ميتابوليك أكتيفيتي مثل الكالسيوم، مثل العفوا ثاني أكسيد الكربون الأمونيا، أيضاً بنقول لنا الهيموستاتيك من الجفرنرز اللي هم الهرمونز السكس هرمون والجروث هرمونز الكواجيليشن فاكتورز والأنتي بوديز. تمام، هسا البلاد كومز بتكون من سيلز وبتكون من بلازما موجود فيها هذول. تمام، السيلز اللي هم الريد سيلز وايت سيلز بليتليتس، الريد سيلز لنقل الاكسجين، الوايت سيلز بادي ديفنسز، البليتليتس للهيموستاسيس عشان نعمل تعمل تخثر. طيب البلازما شو موجود فيها؟ الليبيد كومبوننت الليكويد كومبوننت اللي هم الكواجيليشن البروتين الهرمون والانتيبيوتكس. تمام، حكينا قبل ما نعمل عمليه نقل لازم نعمل تشيك ونعمل ماتشنج بين الدونور وبين الريسبتور. طيب الهيستوري اوف بلاد ترانزفيوجن احفظوهم هذول. طيب الديستريبيوشن حسب اليو كي للاو بلاد سيلز شو هن؟ بحكينا انه عندنا فور جروبز A والاي بي والبي والاو. تمام، هذا الجدول مهم جدا احفظوه بس مع الارقام. تمام، هسه البلاد جروب A بيكون عندها انتيجين A بنفسها. تمام، السيروم انتي بدي اللي هو انتي بي بنسبه 42%، البي بي انتي A 8%، الاتش بي الاي بي عفوا هي الليست كوم اللي هو ليست كومن، والاو اللي هي الموست كومن، هذول ركزوا عليهم وعلى نسبهم. تمام تمام، طيب نروح على ديستريبيوشن حسب اليو اس. احفظوا انه اعلى شيء الاو 2 واقل شيء الاي بي ماينس، الاو بوزيتيف واقل شيء الاي بي ماينس. تمام، بدكم تحفظوا هاي النسبات كلهن اعلى شيء وهاي النسبات كلهن تعون الاقل شيء. طيب الريزوس انتيجنز، تمام، يلي برمزوا له بحرف الدي. تمام، بوزيتيف في 85% وبيكون نيجاتيف في 15%، هاي نسبته. بحكينا هون انه اصلا احنا ما عندنا الانتي دي بجسمنا، ولكن بتكون بعد الفيرست اكسبوجر من ام كانت حامله بجنين طلع عنده نيجاتيف وهي كانت الام اصلا بوزيتيف، فدخلي لها اول مره. تمام، تكون هذا الانتي دي، ما صابتها ما صابها مرض. تمام، ولكن في السكند اكسبوجر خلص بصير في عندها استجابه، بصير في عندها كومباتيبلتي رياكشنز. تمام، هسه الويز اوف بلاد بريزرفيشنز ان بلاد بانكس، كيف بدنا نحفظ الدم بالبلاد بانكس؟ في عندنا اما بالسولوشنز اما كولينج اما فريزنج. السولوشنز عندنا اسيت سيتريت ديكستروز، عندنا سيتريت فوسفات ديكستروز، سيتريت فوسفات دبل ديكستروز ادينين، والسلاين ادينين جلوكوز مانيتويل. تمام، الكولينج يوجوالي يوزد فور باك ريد بلاد سيل. تمام، هاي الكولينج. الفريزنج بنستخدمها اكثر شيء للبلازما. ليش ما بنستخدم الريد بلاد سيلز في عمليه بنعمل لها فروزن؟ لانه بتحتاج بنستخدمها احنا، ولكن في حالات الامرجنسي ماشي بنختار الكولينج وما بنختار الفروزن، لانه الفروزن بتحتاج الى وقت اكثر عشان يصير لها وارمينج. طيب هسه الافكت اوف بانكينج على البلاد، شو تاثير البانكينج او اليه البانك اللي بنعملها على الريد بلاد سيلز وعلى البليتليتس وعلى اللهم صل على سيدنا محمد على الكلاتينج فاكتورز؟ اول شيء شو تاثيرها على الريد بلاد سيلز؟ بتحول عملها من الايروبيك ميتابوليزم الى الان ايروبيك ميتابوليزم، فبتقلل عندها الاكسجين ديليفرينج كاباسيتي. بحكي لنا هون معلومه انه الكولد ريد بلاد سيل جت لس اكسس، ولكن الفروزن بتضل عندها الديليفرينج كاباسيتي عاليه. ليش فروزن؟ صار لها فروزن وانحمت كل مكوناتها، فضل عندها الكباسيتي تاع ديليفرينج اكسجين. تمام، اما يلي صار لها كولينج، تمام، فقدت وظائفها. اوكي اوكي، طيب ايضا الرايت الريد بلاد سيل شو صار فيها؟ ديكريز ذا اي تي بي وديكريز ذا داي وتراي دي بي جي، قلوا هذول الاثنين. لما يقلوا هذول شو بصير؟ لما يقلوا بتزيد الافينيتي تاعت الاكسجين مع الهيموغلوبين فبيبطل ينتقل. تمام تمام، اذا بقل الاكسجين ديليفرينج كاباسيتي. طيب شو الريزلت لما صار عليها تقليل الاي تي بي ولما تحولت ل ان ميتابوليك ميتابوليزم؟ اول شيء تغير عندنا الاو 2 ديسوسيشن كيرف، صار عندنا انكرياز بالافينيتي للريد بلاد سيلز للاو 2 فبطل يطلعوا للتيشوز. طيب ديكريز او 2 ترانسبورت فانكشنز. تمام، هسه نشوف نحن نلقي نظره سريعه على الاو 2 ديسوسيشن كيرف. تمام، هو عباره عن كيرف بيربط بيقيسنا نسبة ارتباط الأكسجين بالهيموغلوبين مع الضغط. شو طلع عليه؟ في عنا شافتينج لليمين وفي عنا شافتينج لليفت. تمام، هسا هذا بيقيس نسبة ارتباط الأكسجين بالهيموغلوبين وهذا ضغط الأكسجين. طيب، فكل ما كان الاستكال أقل طوله لما يروح على هذا، طبعا نعتبره الستاندرد. تمام، لما يروح على اليمين، تمام، يلي هو الأخضر، إذا قلت
ارتباط الأكسجين بالهيموغلوبين. إذا صار في عنا أكسجين أكثر بتحرر من الهيموغلوبين وبوصل للتشو، فالتشو بتستفيد منه. وأيضا عشان تزيد عنا انتشار الأكسجين بيزيد عنا CO2، بتزيد الداي فوسفو جليسيريت، وبتقل البي اتش، بتزداد التمبريتشر. تمام، هذول كلهم مرتبطين ببعض. هسه لما يروح لليفت شو بصير؟ بتزيد عندنا، شوفوا هون السكيل كيف صار، تطلع بتزيد عندنا ارتباط الهيموغلوبين بالاكسجين فيبطل يتحرر. تمام، فكل هذول بيكونوا اقلال، والبي اتش بتكون عالية، البي اتش عكسهم. طيب هسه البلاتلت شو بصير لها؟ البلاتلت بصير لها لايزس بيكم نون فانكشنال. تمام، الكلاتينج فاكتورز كيف بتاثروا؟ هسه بحكي لنا هون في عندنا كلاتينج فاكتورز بتاثروا، في منهم ما بتاثروا. هسه 2 و7 و9 و10 ستيبل اند فانكشنينج از يوجوال، بتضل فانكشنينج از يوجوال جوا هاي الريد بلاد سيلز. تمام، اما 5 و8 they affected and after transfusion and they become unstable. تمام، هسه ذا بودي كومبنسيتري، كيف الجسم بيعمل شو آلية تعويضية للجسم من أول ما نخسر للبلد. أول إشي إذا البدي خسر من 10 إلى 20% of blood volume it can be compensated immediately by shifting the interstitial، بنطلع الانترستيشل فلويد للإنترافازيكولار سبيسز. أوكي أوكي، طيب after 40 hours شو صار عندنا؟ أول إشي بس خسرنا هذول، طبعا هذول اللي خسرناهم مدة زمنية أقل. هسا بعد مرور 30 لأربعين ساعة شو صار عندنا؟ البادي والأندر جو بلد فوليوم ريبليسمنت، البادي لحاله بيعمل بلد فوليوم ريبليسمنت without need to blood transfusion. تمام تمام، هسا بعد ستة إلى من 5 أسابيع إلى 6 أسابيع الريد بلد سيل والهيموغلوبين بتصير نورمال بشكل كامل ولا كأنه تأثر. طبعا هذا إذا خسرنا بلد من 10 إلى 20% فقط، إذا خسرنا أكثر من 30% بنحتاج إلى بلد ترانزفيوجن. طيب هسه الانديكيشن اوف ترانزفيوجن اوف بلد اند اتس برودكت، شو الحالات يلي بننقل فيها هذا البلد أو اتس برودكت البلاتلت وما إلى ذلك؟ طيب اول اشي عشان نعمل فوليوم ريبليسمنت، تمام، ديفيكال هسه الفوليوم ريبليسمنت ديفيكال تو ايفالويت اكيورتي. ليش؟ لانه كيف اصلا بدنا نعرف قديش الشخص خسر بلد خلال العمليه؟ هذا عباره عن اوبريتيف استيميشنز، يعني تقدير جراحي، بنحسب قديش الشخص خسر خلال العمليه، وهذا نوت اكيوريت، يعني مش رح نقيسه 100%. ماشي، بحكي لنا هون انه الادكويت بلد بريدجر ادكويت بلد بيرفيوجن، كل ما كان ضغطه كافي بيكون نسبه انتشاره للاعضاء في الجسم اكثر وادكويت، يعني كافيه. طيب هذا الجدول مهم جدا جدا جدا. طيب بحكي لنا انه كلاس 1 اسيمبتوماتيك والبدي كان كومبنسيت وذاوت بلد ترانزفيوجن، الكلاس 2 بنعطي اي في فلويد، الكلاس 3 و 4 وي ستارت بلد ترانزفيوجن، بتكون هون المرحله خطيره. طيب ثاني indications عشان ننقل البلد هي عشان نعمل improvement الأكسجين، عشان نعمل أكسجين delivery. طيب هسا متى بيكون أصلا الأكسجين قل عنده الكباسيتي؟ في حالة الكرونيك أنيميا وفي حالة الأكيوت أنيميا. تمام، الكرونيك مثل الهيموريهج بتكون هذول السيمبتومز اللي عندنا، والأكيوت أنيميا مثل البليدنج. طيب أيضا الindication من الindication للبلد transfusion and its product اللي هو عشان نعمل replacement للكلاتينج فاكتورز. تمام، فبيحكي لنا إنه الديلوشنال كواجلوباثي اوكيرز وين وي جا، مثل بصير في عندنا ديلوشنال كواجلوباثي لما ننقل ماسيف اماونت اوف بلد، الماسيف اماونت ان بلد اذا نقلنا 4 يونت او مور من الريد بلد سيلز. تمام، في عندنا سبيسيفيك فاكتورز اللي هم 8 و9 في بعض الحالات لازم ننقلهم، اللي هم مثل في الهيموفيليا لانه بيكون عنده نقص فيهم. طيب indication of transfusion هاي بشكل عام traumatic accident and hemorrhage during مثلا major operative procedure severe burn post operative pre operative to arrest hemolysis in hemolytic anemia. طيب هذا الجدول برضه مهم جدا، متى نعمل blood transfusion red blood cell transfusion و volume replacement في الأدلت. هسه بالاعتماد على الاستيميتنج اوف لوست بلد فوليوم يلي هو نفس الجدول اللي كان فوق تاع النزيف. تمام، هسه برابع مرحله من النزيف لازم نعمل ربط فوليوم ريبليسمنت انكلودينج ريد بلد سيل ترانزفيوجن از ريكوايرد. تمام تمام، هسه الكلاس 2 اوف هيموريج شو ربط بلد فوليوم ريبليسمنت برضه، وايضا بنعطيه كريستالويد اور سايتيك كولويد از ريكوايرد ريد بلد سيل واللي probably be also required.
تمام. هنا required بشكل لازم يعني إلزامي إنه ننقل red blood cell، هنا يعني maybe probably. طيب بالكلاس 2 أصلا إحنا حكينا بنعطي IV fluid صح، أيضا بنعطي crystalloid or synthetic colloid، هذول أصلا عبارة عن synthetic وعي عشان نعوض الفلويد في جسم المريض، و need for red blood cell transfusion وهذا اقرأوهم. طيب آخر يعني اللي هي الكلاس 1 من الهيموريهيد no need for transfusion لأنه بيقدر يعمل compensatory mechanism ويعوض ال blood loss. طيب هسا بالاعتماد على الهيموغلوبين كونسنتريشن اذا كان اقل من 7 بنعمل ريد بلاد سيل ترانزفيوجن، اذا كان من 7 إلى 10 ما لسه مش معروف الطريقه، تعتمد على الجراح. اذا كانت اكثر من 10 الهيموغلوبين اكثر من 10 بتكون النقل كونترا انديكيتد، بيكون اصلا كثير الهيموغلوبين عندهم. طيب الهاي ريسك بيشنت، في عندنا بيشنت ات هاي ريسك، تعالوا نشوفهم هنا. هذول البيشنت بيكون عندهم هيلث بروبلم مثل ريسبيرتوري والكاردياك بروبلم، ف البلد ترانزفيوجن متى بيكون ريكوير؟ لما يكون الكونسنتريشن تاع الهيموغلوبين اقل من 8 تمام. ولكن بالنورمال بيرسون بيكون البلد ترانزفيوجن ريكوير اذا كان الهيموغلوبين كونسنتريشن اقل من 7 تمام. هون اقل من 8 بالريسك بيشنتس، وبيكون اقل من 7 في النور في حاله النورمال يعني. طيب هسه البانك تقول البلد تمام، نشوف هون اذا نقلنا للشخص البلد كامل بدون ما نفصل لا الريد بلد سيل ولا الوايت بلد سيل، كمان جبنا البلد من المتبرع ونقلناه ل اللهم صل على سيد محمد للمستقبل، طبعا بعد ما عملنا ماتشنج. طيب هاي عباره عن اولد جولد ستاندرد، زمان كانت جولد ستاندرد ولكن حاليا صرنا نادر ما نستخدمها. ليش؟ لانها بتسوي لوت اوف كومبليكيشنز، بصير في عندنا بالاوتو اميونتي رياكشنز، بصير في عندنا هيمولايتيك رياكشنز، ايضا بتقلل الاي دي بي والداي والتراي اللي هو الداي فوسفوجليسيريت تو ديكريز اوكسجين كاباسيتي تمام، ايضا انكريز لاكتيت بوتاسيوم اند امونيا. طيب اذا نقلنا لهم فريش وول بلاد يعني في غضون 48 في غضون 24 ساعه كنا ناقلين هذا الدم، اول ما سحبنا 24 ساعة فورا نقلناه لجسم المستقبل تمام. بحكي لنا انه هذا good source لفاكتورز 5 ولفاكتور 8، ليش؟ لانه هاي الميثود keeps this factor present، بتضل هاي الفاكتور موجودة ما بتتأثر لا بالstructure ولا بالfunctions تمام. طيب البلاتلت usually will not be that efficient، بتضلش نفس الكفاءة عندها. الانديكيشن لهاي الفريش وول بلاد رير تمام، وبحكي لنا انه بيستخدموها بالسيفيليان براكتس، بيستخدموها بالحروب لانها سريعة يعني دغري بيسحبوا الدم وبنطولة الجندي مثلا يلي صابوا اصابة. طيب شو خطرها؟ انها بتنقل انفكتيف ايجنتس. طيب هسا في عنا طريقة الباكت ريد بلاد سيل، فقط نقلنا إلى الشخص ريد بلاد سيل وهذه هي الشائعة، دائما بحكي لنا بدنا زمرة دم، بدنا وحدة دم بنقول للشخص فقط ريد بلاد سيل. هسا هاي طريقة شو إيجابياتها أو شو خصائصها؟ بتقلل الريسك أوف ترانسميتينج إنفكشنز، ليش؟ لأنه الإنفكشنز أصلا والإميونيتي هاي كلها بتتعلق بالوايت بلاد سيلز واليوكوسايتس والبليتلتس تمام، للبوتاسيوم واللاكتيك اسيد والسايتريت. طيب ايضا ليس دينجر اوف سيركيولاتوري اوفرلود تمام، خاصه بالميوكارديال انفكشن لانه بس نقلنا اصلا ريد بلاد سيل معهاش مكونات، فكان الاوفرلود الها مش عالي ما عالي، خاصه بالميوكارديال انفكشن هي اللي بتحملوش ضغط الدم او الكميه هائله من الدم. طيب ليس رياكشن سكندري تو اليرجي لانه ما فيها الوايت بلاد سيلز، بيكون عدد خلايا الدم الحمراء عبارة عن 70% ولكن والفوليوم لها 250 إلى 300 ملي، ولكن 30% تمام من هاي الباك تريد بلاد سيل بتكون عبارة عن الريزيجوال وايت بلاد سيلز اند بريزرفيتيفز، إذا بيكون فيها وايت بلاد سيلز بنسبة ضئيلة جدا اللي هي 30%. طيب هسا بدنا نقارن بينها وبين اليوكوسايت اند بليتليت واشد ريد بلاد سيل وبعدين بنرجع لهذيك. هسا اليوكوسايت اند بليتليت واشد ريد بلاد سيل، هون نقلنا الريد بلاد سيل لحالها تمام باكت، ولكن كان فيها 30% وايت بلاد سيلز، هون جبنا الريد بلاد سيلز ماشي وصفيناها عملنا لها فلتريشن وشلنا منها الليوكوسايت والبليتلتس، فانشالت الوايت بلاد سيلز بنسبة 99.9% يعني ظل عندنا 1.1% ماشي
فقط وايت بلاد سيلز جدا جدا ضئيله، يعني نسبه انه يصير في عندنا هون اميونيتي رياكشن اقل بكثير من انه يصير في حاله اذا نقلنا ريد سيلز، مع انه هون كمان نسبه اصابته قليله ولكن هون اقل. تمام، هاي لمين بنعطيها؟ بنعطيها لا البيشنت يلي بيكونوا سنسيتيف للوايت بلاد سيلز او بليتليتس عشان نمنع عمليه السنسيتايزيشن يصير في عندهم حساسيه مثلا للاورجان ترانسبلانتيشن. طيب اوكي نشوف ثاني بريفنت almost all فيبرل وننهي مولايتك ترانزفيوجن رياكشنز فيبر. ايضا بتمنع عنا الالم اميونايزيشنز انه يصير في عنا اميونايزيشن لان فيش وايت بلاد سيلز لا لكلاس للحلق كلاس 1 انتيجين، وبتمنع البليتليت ترانزفيوجن ريفراكتينرز. تمام نرجع للفروزن ريد بلاد سيلز. تمام احنا حكينا في حاله الامرجنسي ما بنقدر نستخدم الفروزن بنستخدم الكولر. تمام فبحكينا بيتر ليفل اوف اي تي بي، ولكن هاي فيها بيتر ليفل اوف اي تي بي حكيت لكم فوق لانه لما نعملها فروزن بتضل كل مكوناتها زي ما هي. تمام ونوت افايلبل ان امرجنسي. طيب هسه نفرش فروزن بلازما. اصلا احسن طريقه عشان نحفظ فيها البلازما شو هي؟ نفرش فروزن. طيب مين انديكيشن متى بنعطيها؟ لما يكون في عندنا ماسيف ترانزفيوجن. طيب لما يكون في عندنا رينال فيلر. تمام لانه في حاله الرينال فيلر شو بيكون في عندنا؟ بتكون عندنا الكواجيليشن فاكتورز ديفيشنسي لانه الليفر هو اللي بيصنعهم هاي الكواجيليشن فاكتورز. احنا بنعطي البلازما، البلازما شو بيكون فيها؟ بيكون فيها الكواجيليشن فاكتورز، فلما نعطي اياها بنعوض قله الفاكتورز الكواجيليشن فاكتورز. تمام تمام. ايضا متى من ننطي الشخص فريش فروز بلازما؟ اذا كان عنده الفاكتور 5 والفاكتور 8 ديفيشنسي، اذا كان عنده هايبوفوليميا قله حد من الدم فبنعطيها كنسبه تعويضيه. هسه لما يكون عنده هايبوفوليميا لكل 1 ريد بلاد سيل يونت بنعطيه 3 يونت من البلازما. تمام هسه البليتليتس ريتش بلازما. تمام البلازما الغنيه بالبليتليتس متى بنعطيها؟ في حالة الماسف بلد لوز، إذا كان في عندنا ماسف بلد لوز، إذا كان في عندنا ماسف بلد ترانزفيوجن، لما يكون عندنا ماسف بلد ترانزفيوجن حكينا بتخرب أصلاً البليتلتس، فبننطيها لما كان هذا الشخص ماخذ 4 يونت أو أكثر من الريد بلد سيل، الثرومبوسايتوبينيا بيكون عندنا بليتلتس ديفيشنسي وكواليتيتيف ديس أوردرز. تمام. طيب الكونسنتريت أوف كوأجيليشن فاكتورز. طيب شو الكواجيليشن فاكتور يلي بنعطيهم عشان نعمل مانجمنت للبليدنج اللي هم الانتي هيموفيليك فاكتور 8 الكريو بريسيبيتانت الفيبرينوجين والالبومين احفظوهم. طيب هسه التايب والكروس ماتشنج هذا من توجيهه واحنا ناخذه اتوقع الموضوع سهل جدا. الكروس ماتشنج هو عباره عن تيست. تمام بنفحص الهارمفول انتر اكشن بين الريسيبنت وبين الدونورز. تمام المجر كروس ماتش is more significant because بيسوي لنا harmful interaction أكثر من المينور كروس ماتش. تمام while minor cross match would only be significant إذا أعطينا large amount من الدونور سيروم. تمام أصلاً كنت عارف إنه الأساس تبعهم صنف المجر ومينور حسب كمية السيروم. تمام فهون اختصنا مختص بالريسيبنت سيروم لان السيروم عندنا كثير، فلما نعطي ريد بلاد سيل عليها انتيجن بتصير في عندنا عمليه الهيمولايتيك او الرياكشن بتكون اكثر سايفيكنت اكثر. هون الدونور سيروم تمام اقل. طيب فمتى بيصير في عندنا لها سايفيكنت؟ اذا نقلنا دونور سيروم كثير بكميه لارج اماونت. تمام تمام فالمجر هو بيختص بالريسيبنت سيروم والدونور ريد بلاد سيل وهاي العكس. تمام هسه ان كيس اوف مالتيبل دونور بدنا نعمل كروس ماتش بيناتهم كلهم بلارج كانيول. تمام وبنعمل مجر ومينور كلاس. هون كاني بس فرجيتكم كيف الكروس ماتش. هاي عمليه الكروس ماتش شوفوا هون دام ما صارش في عندنا تخثر. تمام هون معناته خلص التبرع صح. اذا هون صارت عندنا هاي العمليه وصار في عندنا خثره معناته صار في عندنا انتر اكشن بين الانتي بودي والانتيجين وصار في عندنا بيرسيبيتات للكومبلكس يلي متكون من الانتي بودي والانتيجينز معناته هاي بنرفضها عمليه النقل. طيب هسه الميثود اوف ادمنستريشن كيف بننقل الدم؟ لما بننقله بننقله عفوا اي في. تمام 5 مللتر بير منت بعدين بنكسرها بتصير 10 الى 20 مللتر بير منت. هسه في حاله الشخص كان عنده نزيف حاد وخسر كثير دم ومضطرين انه نعمل ادمنستريشن بشكل سريع ما بدناش نستنى 5 مينت من 10 الى 20 مينت
بنستخدم وارمر عشان يسخن لنا الريد بلد سيل هاي، عشان ما يصيرش في عند الشخص ايش هايبوثيرميا، تنخفض درجة حرارته لما تدخل لجسمه ريد بلد سيل باردة. طيب هسه الماسيف ترانزفيوجن انكرياز فوليوم، شو هو الماسيف ترانزفيوجن؟ انكرياز فوليوم ديكرياز تايم، نقلنا كمية كبيرة شو في وقت اقل. تمام اف وي جيف، متى بنسميه ماسيف ترانزفيوجن؟ اذا اعطينا الشخص 250 ملي بالسنجل ترانزفيوجن مرة واحدة، عملية نقل واحدة، او اعطينا 5000 ملي في غضو على غضون 24 ساعة، يعني خلال اليوم ضلينا ننقل له دم، بس خلص ان 24 ساعة هذول خلص يوم كامل كنا ناقلين له 5000، هاي بنسميها ماسيف انفيوجن، وبتعمل عنا ديليوشنال ثرومبوسايتوبينيا وديكريز فاكتورز لا 5 و8 و9، بتعمل هايبوكالسيميا والاسيدوزز والهايبركاليميا، هذول ركزوا عليهم. تمام الدكتور ركز عليهم، وبصير في عندنا هيمولايتيك ترانزفيوجن هو عباره عن رياكشن اوف كروس انكومباتيبلتي. طيب اوكي، طيب هسه عندنا كومبليكيشن اوف ترانزفيوجن بشكل عام. هسه لما نعمل ترانزفيوجن لازم انه نتجنب يكون عندنا immunologic reaction, chemical, physical infections. تمام الاميولوجي ممكن يكون acute وممكن يكون delayed، هسا بنشوف هنا الكيميكال ممكن يكون عبارة عن electrolyte disturbance لما يأثر على الكلى. تمام ممكن يكون عندنا acidosis. تمام الفيزيكال volume overload لما نيجي ننقل كمية كبيرة، وبيصير في عندنا أيضا infectious. طيب هسا بالنسبة للimmunological complications بحكي لنا إنه الأكيوت هيمولايتيك رياكشن بصير بسبب الـ ABO incompatibility، الماجور ABO compatibility it is autoimmune reaction lead to blood hemolysis، بتحلل عنا الدم. طيب هسا شو السيكونس تاعت الـ blood hemolysis؟ بصير في عنا الهيموغلوبينيميا، الهيموغلوبين باليوريا disseminated intravascular coagulopathy، بتقل عنا الهيموغلوبين بتزيد عنا البيليروبين. طيب الكلينيكال مانيفيستاشن اوف انكومباتيبلتي، كيف نعرف هذا الشخص صار عنده انكومباتيبلتي؟ بتزيد حرارته، بصير عنده بينز في المنطقه، بصير عنده فيبر ريسبيرتوري داستريس هاي بوتنشن وفلاشينج وتاكيكارديا. طيب شو المانجمنت؟ شفنا شخص نقدنا له دم فجاه صار عنده هذول الاعراض، شو بدنا نعمل؟ اول شيء ستوب ترانزفيوجن ايميديتلي، هاي اهم شيء، لانه كل ما زدنا عدد الريد بلد سيلز يلي بده يصير لهم هيمولايسيس، بالتالي الخطر على المريض بيزيد. تمام وقفنا العملية، أخذنا دغري بلد سامبل عشان نعمل ماتشنج ونشوف البيلي روبين عنده، بيلي روبين إذا كان ديكريز أوكي انكرياز بيلي روبين بدلنا إنه صار في عندنا هيمولايتيك بلد. طيب أيضا نعمل مونيتورينج، بنضل نراقب الفيزيكال واليورينري أوتبوت للشخص، بننطي اي في فلويد. تمام الكيلينايزيشن اوف يوران، لانه اصلا صابوا اسيدوزز ماي نيد تو جيف ستيرويد. اوكي اذر كومبليكيشن الفيبرال نون هيمولايتيك رياكشن ويد ديليد هيمولايتيك رياكشن. شو الفيبرال نون هيمولايتيك رياكشن؟ نقلنا لهذا الشخص ريد بلد سيل، تمام، ولكن الريد بلد سيل تمام ما صار لها هيمولايتيك، عشان هيك اسمه نون هيمولايتيك. بس مين تاثر؟ المكونات الثانية اللي هي الوايت بلد سيل، صار بينها وبين السيروم تاع المريض immune reactions. تمام against the remnant of red blood cells during transfusion. تمام وهاي بيقولنا انها most common بصير مع الشخص فيبر، هاي اهم manifestations changes sometimes dyspnea benign but uncomfortable نعمل treatment ونتجنب انه ننقل له ثاني مرة هاي. تمام هسا delayed hemolytic reactions بعد days to week after transfusion، فجأة الشخص بصير في عنده تحلل بدمه، ليش؟ لأنه بسبب المينور ريد بلد سيل أنتيجين. تمام ممكن يصير في عنده أنافيلاكتيك رياكشن أليرجيك تكالين رياكشن والترانزفيوجن ريليتد تو أكيوت لانج إنجري. آخر إشي الانفكشوس كومبليكيشن اللي ممكن إنها تصيبه اللي هو ترانزميشن أوف انفكشوس ديزيز، ممكن إنه تصيبه فيرال هيباتيتس بي وسي، بنتقلوا أصلا هم عن طريق الدم، ممكن يصير في عنده عدوى الـ HIV ويصيبه AIDS، ممكن الملاريا الـ HTLV type 1 و 2، أي انفكشوس تنتقل عن طريق الدم. تمام محاضرة 8 و9 رجع لكم إياهم دكتور معاذ، يظل عنا آخر محاضرة يلي هي محاضرة 10. طيب راح أمتلكم على فيديو واحد عشان ما تتقلبوا وتحضروه مرة واحدة بما أنه مراجعة. طيب بالنسبة للفلويد والإلكترولايت والأسيد بيس بالانسز،
هسه اللهم صل على سيد محمد. all living things ثلاث أرباع جسمها water، الهرمون والميتابوليزم بتشتغلش بدون الwater. تمام هسه لما يصير في عنا dehydration أول organ بتأثر بالdehydration هو البرين، هاي مهمة المعلومة. تمام، فبصير في عنا أول ما يصير dehydration ويتأثر البرين، شو بيعمل البرين؟ بصير في عنا feel lightheaded، بصير في عنا صداع خفيف، بعدين بصير في عنا congenital functions are affected، تأثر البرين بتأثر congenital functions فيه. طيب هسه signs of dehydration in general، بصير في عنا altered brain functions، decrease the fontanelles هاي بتسكرش الفونتانيل عند الجنين، وبصير في لها depressed لأنه بسبب قلة الفلويد تحتها. طيب sunken eye in older، بتصير الاي هي داخلة لداخل العين زي الفجوة هيك زي العين وغرقانة. طيب dry skin and mucous membrane، dry wound like tongue، tachycardia بتحفظوا هذول، الهايبوتنشن، decrease the blood perfusion و decrease the urine output. تمام، كنت تعرفوا انه هون we never give the dehydrated patient NSAID لانه اصلا صار في عندهم renal failure، فما بصير نعطي هذول المرضى NSAID لانهم بتزيد اصلا renal failure عندهم. طيب اللابوراتوري ساين اللي بتأكد لنا انه هذا الشخص معه dehydration، بيكون عندنا high urine in plasma ولكن هاي poor signs. تمام، بنعتمد على الكرياتين، اصلا اليوريا والكرياتينين هذول مواد سامة لما تكون موجودة بتدلنا انه هذا الشخص شو صار في عنده dehydrations. ايضا الهيموغلوبين concentration كيف بتزيد وليش اسمه false reading؟ هسا لما يصير في عنده dehydration بتقل نسبة